اليوم عندنا كيس برزنتيشن حنبدأ نقروها قبل وبعدين إن شاء الله نتناقشوا فيها. So عندنا 40-year-old male patient has had a long-standing history of productive cough with copious amount of mucoperulent sputum. He has a past medical history of chronic sinusitis and recurrent episodes of bronchitis. He is married for 10 years, but he doesn't have any children. On physical exam, there is finger clubbing and difficulty to localize the apex beat. Chest auscultation reveals wheezing and coarse crepitations over the lower lung zones bilaterally. فتو في البرزنتيشن هذا طالب شنو هو التشخيص. طبعا ما زال هو معطيك تحاليل اخرى تو نتناقشوا فيهم. لان تو هيك من خلال السيناريو هذا، هل في حد عنده فكره شنو احتمالية التشخيص أو differential diagnosis؟ يونغ سندروم، لا هو مش يونغ سندروم، زيدوا فكرة أخرى. cystic fibrosis, bronchiectasis. Immotile cilia syndrome, bronchiectasis, immotile cilia syndrome, Kartegener syndrome, immotile cilia syndrome, COPD. تمام بكل توا خلينا بس نحلوا السيناريو ونشوفوا شنو هن النقاط المهمة عندنا هنا. توا نحن عندنا واحد عنده long standing history، يعني عنده يعني history أقل حاجة for years، عنده مشكلة مع productive cough. تمام. الحاجة الأخرى المهمة قال لك copious amount، يعني الكمية كبيرة جدا من السبيوتم اللي تطلع منه. تمام. وعنده chronic sinusitis، هذه ثاني شيء. والحاجة الثالثة قال لك هو married من 10 years لكن ما عندهش children، وكأن هذا عطاك hint إنه في infertility. تمام. تو قبل ما نحكوا على التشخيص خلينا ننتقلوا ونشوف الـ ECG. طبعا المريض هذا دارولا اي سي جي تو نتناقشوا فيه تو، لكن اهم حاجه الخطوط العريضه في السيناريو هذا انه واحد عنده لونج ستاندينج هيستوري اوف كرونيك برودكتيف كف، وعنده لارج اماونت اوف سبيوتم، وعنده هيستوري اوف ساينوسايتس، واعطاك هنت انه عنده ايش؟ انه عنده احتماليه انفرتيليتي، بالاضافه انه عنده فينجر كلابينج. وقال لك حتى اعطاك هنت اخرى مهم اللي هو difficulty to localize the apex beat. هذه تو نعرفوها شنو اهميتها شوي اخرى. تو دارولا اي سي جي، هل في حد عنده فكره شنو ممكن يكون التشخيص او شنو الفايندنج في الاي سي جي هذا؟ ولو في حد حضر المحاضره اللي فاتت بتاعت الكيس برزنتيشن على الاي سي جي حكينا على التخطيط هذا. في حد عارف التخطيط ايش فيه؟ تمام بكل ديكستروكارديا مظبوط. طبعا الديكستروكارديا واللمب ليد ريفرسال شرحناها بشكل مفصل في الكيس برزنتيشن اللي فات، لكن مره خلينا نعطوا عليها هند سريع. طبعا كيف تعرف ان التخطيط يدل ان في هذا ان في ديكستروكارديا؟ اول حاجه تبحث في الاي في ار، في الاي في ار تلقى الكيو ار اس والتي ويف بوزيتيف. نورمالي في الاي في ار في النورمال اي سي جي الاي في ار تكون الكيو ار اس نيجاتيف وتكون التي ويف نيجاتيف. فتو نحن اول ما لقينا ان الكيو ار اس بوزيتيف في الاي في ار نمشي ثاني خطوه نبحثوا في الليد 1 والليد اي في ال. تمام. في الديكستروكارديا نلقوا حاجه اسمها سميناها جلوبال نيجاتيفيتي. في الليد 1 والاي في ال ايش المقصود بالجلوبال نيجاتيفيتي؟ ان كل الويفز حيقدر نيجاتيف، البي ويف نيجاتيف والكيو ار اس نيجاتيف والتي نيجاتيف، هذه لقيناها في الليد 1 ونلقاها كذلك في الاي في ال. البي ويف نيجاتيف والكيو ار اس نيجاتيف والتي ويف نيجاتيف، هذه يسموا فيها جلوبال نيجاتيفيتي، نلقاها في اللاترال ليدز، الليد 1 والاي في ال. وطبعا نلقى شنو؟ نلقى رايت اكسس ديفيشن. لكن طبعا نفس ما قلنا في الكيس برزنتيشن اللي فاتن ان العلامات هذين ممكن يكون علامات limb lead reversal، يعني احنا مركبين الليدز غلط. كيف نفرقوا ما بين limb lead reversal والديكستروكارديا؟ حكينا قلنا ايش؟ الار ويف بروجريشن.
في الديكستروكارديا ما تلقاش ار ويف. من الفي 1 اللي عند الفي 6 في اس ويف، الار ويف ابسنت. فهذه هي اللي تفرق لي ما بين الديكستروكارديا وما بين شنو وما بين الليمب ليد ريفرسال. فتوا الاي سي جي هذا فيه ديكستروكارديا، تمام. تو لما نشوف الفايندينجز اللي فات، تو عندنا كرونيك كاف وذ لارج اماونت اوف سيبيوتام، وعندنا كورس كريبيتيشن، تمام، وعندنا انفيرتيليتي، تمام، وعندنا ديكستروكارديا اللي هي هنت على السايتس انفيرسس. هذا سندروم طبعا لما نجمع التريات هذين اللي هي اللي هن برونكياتيسس وسايتس انفيرسس وكرونيك ساينوسايتس، السندروم هذا يسموه فيه شنو؟ يسموه فيه كارتاجينر سندروم، تمام. طبعا حنجي نشرح على الكارتاجينر سندروم والباث فيسيولوجي بتاعه شويه اخرى، بس توا خلينا ايش، خلينا نديروا ديسكشن على الشست اكس راي هذه، وقولوا لي الشست اكس راي هذه شنو المين بوزيتيف فايندينج اللي شايفينها فيها. اعطيكم كم دقيقه تفكروا في الشست اكس راي هذه. تمام، اول فايندينج في الشست اكس راي هذه عندنا ديكستروكارديا، وهذه دارت كونفرميشن للاي سي جي فايندينج اللي عرضناها من قبل. في حاجتين اخرى، تو هنا لما جيت بهت، خلينا نكبروها شويه عشان توضح. لما جيت بهت للوايت شادو هذا، هذا اسمه ايش؟ كونسوليديشن. فالكونسوليديشن بسبب الريبيتد انفكشن اللي سايره. طبعا احنا كيف نعرفه كونسوليديشن؟ ان نلقوه وايتش كلر ونلقوا جوا الوايتش كلر حاجه نسموه فيها اير برونكوجرام. الاير برونكوجرام هن ايش؟ هن المسافات السود اللي موجودات جوا، اللي هن يمثلا ايش؟ يمثلا البرونكس. لان الكونسوليديشن وين يصير؟ يصير في البارينكما، تمام. هذه اول شيء باين عندنا ان في كونسوليديشن وان في ديكستروكارديا. انا بس لمحوا هذه. وفي حاجة أخرى لو تجي تكبر شوية حتنتبه لها. تو هنا لو تجي تشوف حتلقى هذا برونكس واضح علينا. أو هنا برونكس، تمام؟ وهنا كذلك في برونكس واضح. وهذين، تمام؟ وهذا، تمام؟ ففي وجدات. طبعاً هذه علامة البرونكياتيسز. إيش يصير في البرونكياتيسز؟ أول حاجة يصير ثيكنينج في الوول. تو كأنك شايف هنا قاعد الوول واضح ابيض وبشكل واضح حتى تقدر تشوفه. عاده في النورمال تشست اكس راي البرونكيال وول صعب او مستحيل انك تشوفه، لكن هنا لان سير فيه ثيكنينج فتشوفه بشكل افضل، تلقاه وايتش. والحاجه الاخرى يصير حتى ديلاتيشن، يعني كان نشوف هنا في البرونكس سير فيهن ديلاتيشن، وسير عندنا شنو؟ وسير عندنا ثيكنينج في الوول. يعني تو عرفنا ان التشست اكس راي هذه مبينه ميلي ان في عندنا ديكستروكارديا، ومبينة consolidation، ومبينة علامات bronchiectasis. الخطوة الجاية طبعا لما تلقى علامات bronchiectasis في chest X-ray، الخطوة الجاية تبي تمشي ودير CT عشان تشوف العلامات بشكل أوضح. فخلونا نشتغل ونشوف CT. طبعا هنا chest CT مبين bronchiectasis بشكل واضح. طبعا هنا لما نجون بهتو، هنا نفس الشيء، خلينا نكبروها شوي عشان تبقى واضحة. هنا في عندك thickening في الوول قاعد وايت بشكل واضح، وسير حتى في ايش؟ dilatation نفس هنا موجود. يعني سير عندنا thickening وسير عندنا dilatation في البرونكاي. وهذه أول radiological sign نلقوها وين؟ نلقوها في البرونكياكتيسيس. في علامة ثانية ايش يسموا فيها؟ يسموا فيها signet ring. السيجنت رينج اللي هي معروفه بايش؟ معروفه باسم خاتم الزواج. طبعا خاتم الزواج تلقاه بالشكل هذا، دائره وفيه كيف الفص، تمام. نورمالي ايش يصير؟ نورمالي تلقى في البرونكس موجود هنا، وفي نفس الوقت ماشي جنب البرونكس برونكيال فيزل. هذا ايش؟ هذا في النورمال اناتومي. لكن في البرونكيتس ايش يصير؟
هيصير ديستراكشن وديلاتيشن في البرونكس بينما البلود فيزل يقعد كيف ما هو، فيتغير الشكل ويقعد بالشكل هذا. يبقى سير عندنا ديلاتيشن في البرونكس تمام، والبرونكيال فيزل نفس ما هو، فيعطيك نفس شكل ايش السيجنت رينج ابييرنس. طبعا هذا حنقدر نشوفوه بشكل واضح، بس خلينا نمحو العلامات اللي درناها. هنا عندك هنا هذا عندك سيجنت رينج ابييرنس واضحه، او مثلا هنا اهو قاعد عندك البرونكس ديليتد والشكل المصمت هذا هذا يمثل الفيزل، فقاعده بشكل ايش بشكل سيجنت رينج ابييرنس، وكذلك نفس الشيء موجوده هنا تمام. فهذه ثاني علامه، يعني اول علامه يصير عندنا ثيكنينج وديليتيشن في البرونكس، ثاني شيء يقعد عندنا سيجنت رينج ابييرنس. في عندنا علامه ثالثه، العلامه الثالثه ايش يسموا فيها؟ انا بس نمحو هذه، العلامة الثانية في الـ أو العلامة الثالثة في الـ CT متاع البرونكيابتسيس، أيوة نفس ما قلت ترام لاين أبييرنس. اسمها ترام لاين. طبعا ترام لاين اللي هو الخط متاع الترام اللي هو تلقاه بالشكل هذا. طبعا مرات ايش يصير؟ مرات الأشعة متاع الـ CT تقطع البرونكس بشكل عرضي فيبان البرونكس بالشكل دائري اللي بين هنا، بس مرات تقطعها بشكل طولي فتبان بالشكل هذا، فتو هذا اقرب شيء عندنا ليش؟ للترام لاين ابييرنس اللي هو الشكل اللي موجود هنا، تمام؟ تقعد عندنا العلامه الرابعه والاخيره. العلامه الرابعه والاخيره يسموا فيها تري انبود ساين. تري انبود لغويا هو فرع الشجره اللي فيه تفرعات، تمام؟ وطالع عليه ايش؟ نفس زهر النوار هيك، هذه من ناحيه لغويه. لكن هنا ايش معناها بالبرونكياتيسس؟ اللي يقعد عندك البريفرال والسمول برونكس يقعد انفيلد وذ ميوكس، فيجد شكلهن وايت ريدي اوبيك، وتلقى شكلهن يا اما يعطلنا كواي شيب يا اما يعطلنا في شيب، وتلقاهن في البريفري. يعني تو هنا لما نجون ندوره حنلقى الشكل هذا واي شيب، يمثل شنو؟ يمثل التري انبود ابييرنس، تمام؟ يعني تو هيك عرفنا الاربع علامات اللي نلقاهم في السي تي مثال برونكيكتسز. اول علامه واضحه ثيكنينج وديلاتيشن في البرونكس، ثاني علامه سيجنت رينج ابييرنس، ثالث علامه اللي هي ترام لاين ساين، ورابع علامه اللي هي تري ان بود ساين، وعرفناها كل واحده وايش معناها، تمام؟ تو نجو نفس المريض درنا له سي تي على الساينسز على البارانيزال ساينسز. تو لما نشوف السي تي هنا شنو الشيء اللي يلفت نظرك؟ طبعا هذين يمثلن الماكزيلري ساينس. نورمالي في السي تي الماكزيلري ساينس كان هو نظيف وكلير، المفروض يبان بلاك، لكن هنا كانك تلاحظ فيه جريش كلر، كانه داير فلويد ليفل موجوده في الاثنين، وهذه علامه على ان في انفلاميشن وكرونيك ساينوسايتس. فهيك يقعد اكتمل عندنا الترياد بتاع الكارتيجنر سيندروم. خلينا تو نحكي بعد شويه على الكارتيجنر سيندروم. الكارتيجنر سيندروم هو في الاساس يعتبر جيناتيك ديزيز، يعني هو انهيرتد ديزيز، يعني يورث من الاباء العويلهم، تمام؟ والمود اوف انهيرتنس هو اوتوسومال ريسيسيف، تمام؟ الخلل وين؟ تو انت لما تجي تشوف شنو الترياد اللي موجود، تمام؟ الترياد اللي موجود عندنا ساينوسايتس، تمام؟ وبرونكياكتسس، وفي عندك سايتس انفيرسس، وفي عندك طبعا اديشنال فايندينج نفس ايش؟ نفس الانفيرتيليتي. وعلى فكره الانفيرتيليتي مش بس في الميل، الانفيرتيليتي تصير في الاثنين، تصير في الميل وتصير في الفيميل، وتو نحكوا ليش. تو لو جيت تشوف شنو الشيء المشترك اللي ما بين الساينس وما بين البرونكاي والشيء الثالث اللي سبب انفيرتيليتي، حتلقى الشيء المشترك بينهن هن السيليا. يعني كل الستراكشرز هذين موجود فيهن سيليا،
يعني الساينس موجود فيه سيليا، البرونكس موجود فيه سيليا، السبرم تمام موجود فيه نيش، موجود فيه الفلاجيلم تمام، وموجود في جو الفلاجيلم في سيليا ستراكشر وفي فلاجيلم از ويل تمام. وبالنسبه لهذا في الميل، بالنسبه للفيميل الانفانديبولم اللي هو متاع الفالوبيان تيوب في سيليا، وهذا يساعد في الموفمنت نتاع ايش نتاع الاوفا. هذا ليش الانفيرتيليتي تصير في الاثنين، تصير في الميل وتصير وين وتصير اخرى في الفيميل. فالشيء المشترك بينهم هو السيليا. ففي الكارتيجنر سندروم الخلل هو في السيليا، بس كيف يصير الخلل بالضبط في السيليا حنشرحه عليه. طبعا السيليا اهميتها هي الحركه تمام، عشان هيك هي التركيب نتاع السيليا مركبه من حاجه اسمها مايكروتوبيول. المايكروتوبيول هي نوع من انواع السيتوسكيلتون نتاع الخليه، ولها دور واجد او اهميه كبيره في الحركه، لان هي تعتبر مخزن للاي تي بي، والحركه طبعا تبي اي تي بي ومصدر انرجي واجد. فهذا ليش المايكروتوبيول هو ستراكشر مهم للسيليا، وهو يساعد في الحركه نتاع السيليا. لو في سؤال الاوتوسومال ريسيسيف الفيميل تجد كارير تمام. طبعا شو طبعا في الاوتوسومال ريسيسيف تمام، لو عندك الابناء طبعا نسبه الاصابه 25% تمام، وممكن يصاب به الميل وممكن يصاب به الفيميل تمام. القصه ان الفيميل تجد كارير وما تصابش، هذه في الاكس لينكد ريسيسيف ديزيز، مش في الاوتوسومال ريسيسيف تمام. وفي طبعا كارير ستيت تمام، الكارير ستيت هذا ما تظهرش عليه الاعراض، لكن اللي يورث تو اليلز مضروبات، لان تو جينز فيهم الميوتيشن، العيل اللي يورث مثلا جين من بوه وجين من امه اللي عنده تو ميوتيتد جينز، هذا اللي يظهرن عليه الاعراض تمام. تمام جو التركيبة السيليا، طبعا السيليا هي عبارة عن مجموعة من المايكروتوبيولز مصطفة بشكل معين، يسموا فيها سنترال سينجلت تمام وناين دبلت، يعني في عندنا تو سينجل مايكروتوبيول قاعدات في السنتر تمام. طبعا هن مش متصلات ببعض، انت نصلحها. عندنا تو سنترال سينجلت قاعدات بالشكل هذا، واللي قاعدات في البريفري تو ناين دبلت، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية، ونقولوا هنا ايش تسعة. شنو الشيء اللي رابط ما بين المايكروتوبيول ومحافظ على الانتجريتي بتاع السيليا، او محافظ على الانتجريتي بتاع المايكروتوبيول وبالتالي السيليا؟ حاجة اسمها شنو؟ اسمها دايمين آرم. في الكارتيجنر سندروم الجين اللي يصير فيه الخلل يصير وين؟ يصير في الدايمين آرم. فالدايمين آرم ما عادش يشتغل. بنعرف شنو هي وظيفة الدايمين آرم. الدايمين آرم له وظيفتين، أول حاجة مينتين الانتجريتي، اصطفاف المايكروتوبيول بالشكل هذا، هذه أول حاجة. ثاني حاجة الدايمين آرم في انزيم اسمه ATPase، فالاي تي بي هذا يحلل الاي تي بي ويطلع منه انرجي، ولما تطلع منه انرجي يساعد في حركه السيليا تمام. فالاي تي بي اللي في الداينين ارم مهم جدا في حركه السيليا، لكن في الكارتيجنر سندروم الداينين ارم هذا ديفكتيف، هذا ليش السيليا ما عادش تشتغل، وهذا هو الباثوفيسيولوجي بتاع الكارتيجنر سندروم. باهي تو بنحكي على نقطه ثانيه، بس خلينا نمحو هذه. في البداية لما سألنا عن التشخيص، في منكم قالوا أن التشخيص هو الموتايل سيليا سندروم. الموتايل سيليا سندروم هو يعتبر اسم ذو إلى برايمري سيلياري ديسكينيزيا. هن الاثنين نفس الشيء، بس حدثوا التسمية. باهي توا السؤال المهم، شنو الفارق ما بين الموتايري سندروم اللي هي توا اسمها برايمري سيلياري ديسكينيزيا، وما بين الكارتيجنر سندروم؟
هن بالضبط نفس الشيء، نفس الخلل في السيليا، نفس الاعراض هن الاثنين، لان السيليا ديفكتيف فحيسبب سينوسايتس اوتايتس ميديا برونكياكتسز انفيرتيليتي، حيسبب كل الاشياء هذه. الفرق هي حاجه واحده، الكارتيجنر لازم يكون في عندنا ترايات، اللي هو الترايات هذا اللي هو السينوسايتس والبرونكياكتسز والسايتس انفيرسس، تمام. بس لو كانت كل الاعراض موجوده ما عدا السايتس انفيرسس مش موجوده، يجد اسمها اموتايل سيريال سندروم او برايمري سيلياري ديسكينيزيا، لان في البرايمري سيلياري ديسكينيزيا السايتس انفيرسس هي تعتبر less common feature. يعني لو لقينا كل الحاجات مجتمعه اللي هي السينوسايتس والبرونكياكتسز والانفيرتيليتي والاوتايتس ميديا، لكن الديكستروكارديا والسايتس انفيرسس مش موجوده، يبقى اسمها برايمري سيلياري ديسكينيزيا اللي هو اسمها القديم اموتايل سيريال سندروم. لو جمع الترياد انت السينوسايتس والبرونكياكتسس والديكستروكارديا او سايتس انفيرسس، معناها هذا اسمه كارتيجنر سندروم. يعني هن الاثنين وجهين لعمله واحده، نفس الشيء بالضبط، الفرق بس لو اجتمع الترياد كامل يبقى كارتيجنر، لو الترياد مش مجتمع بس كل الصفات موجوده يقعد اسمه برايمري سيلياري ديسكينيزيا او اموتايل سيليا سندروم. فتو خلينا ايش الرد والراجع. هل تسمعوا فيها تو؟ صارت مشكلة، الصوت راح. هل الصوت رجع؟ تمام، مش عارف صارت مشكلة، كي تو نردوا من جديد. هل الصورة تو ردت تمام؟ تمام، الصوت رجع والصورة رجعت. تمام، صار لك خلل فني. تمام، تو نرد على الموضوع. فلما يورث الميوتيشن من الأب ومن الأم، يعني تو ميوتيتد جين، حيظهر عليه الأعراض. في البداية شنو؟ في البداية كانوا يعتقدوا أن جين ولا جينين هن السبب في الكارتيجنر أو الإموتايل سيليا سندروم. بس بعد ما داروا دراسات وكذا اكتشفوا ان عنده في حوالي 40 جين ميوتيشن، يعني 40 ميوتيشن في 40 ديفرنت جينز مسؤولات ايش عن الديزيز هذا. وطبعا هنا نفس الميوتيشنز بالضبط اللي سببن الكارتيجنر واللي سببن الاموتايل سيليا سندروم او البرايمري سيلياري ديسكينيزيا، لان الاثنين هن نفس المرض بالضبط. الفرق انه لو صفات الترياد اجتمعت يبقى كارتيجنر، تمام. لو ما اجتمعتش كان ناقص السايتس انفيرسس، يبقى اسمه ايش؟ برايمري سيلياري كينيزيا. لكن هو نفس الباثوفيسيولوجي ونفس الديزيز ونفس الكلينيكال ساينز، الفرق بس في السايتس انفيرسس. لو وجدت كارتيجنر، لو كانت مش موجوده يبقى برايمري سيلياري ديسكينيزيا، تمام. فتون نراجع من جديد. عرفنا ان الكارتيجنر والبرايمري سيلياري ديسكينيزيا هن جيناتيك ديزيز، المود اوف انهيرتنس اوتوسومال ريسيسيف، تمام. هي ميوتيشن في مجموعه من الجينز، لان تو حددوا اكثر من 40 جين مسؤول عن الكارتيجنر والبرايمري سيلياري ديسكينيزيا. الخلل وين يصير؟ الخلل يصير بالضبط في السيليا. وعرفنا ان السيليا هي عباره عن ترتيبه معينه من المايكروتوبيولز، والمايكروتوبيولز رابط بينهم داينين ارم، والداينين ارم هذا هو اللي يبقى ديفكتيف في الكارتيجنر وفي البرايمري سيلياري ديسكينيزيا.
شنو فايدة الداينين آم؟ هو يحافظ على الانتجريتي نتاع الميكروتوبيول، هذه حاجة. والحاجة الثانية أن فيه الـ ATPase enzyme اللي هو يدير distraction للـ ATP ويطلع energy، والenergy هذه مهمة وين؟ مهمة في حركة السيليا. ففي المرضين السيليا ما تخدمش كويس، فهذا ليش يصير الأمراض. تمام؟ عرفنا صفات الـ ECG اللي مبين ديكستروكارديا، تمام؟ وعرفنا إيش نلقى في الـ chest X-ray في الـ Kartegner syndrome، وعرفنا علامات الانفلاميشن في الساينسز. تمام، معلش السؤال اللي على الداينين ار مش واضح، لو ممكن تعاود شوي. وحكينا توا على الراديولوجيكال ساينس امتعات البرونكياكتسيس في السي تي، عرفنا انهن اربع علامات. أول حاجة يصير عندنا thickening و dilatation في البرونكس، هذه حاجة. الحاجة الثانية يصير عندنا signet ring appearance، تمام، وعندك tree in bud appearance، وعندك ايش tram line appearance. تمام، الداينين arm هو الspelling متاعها. D-Y-N-E-I-N تنكتب بالشكل. طبعا بالنسبة للـ age of presentation، طبعا ما فيش age معين، تمام، لأن مرات تصير في البيدياتريك age، تمام، وتكون واحدة من أسباب النيونيتال ستريس سندروم، وممكن تصير في الـ younger age، يعني تبدأ من الأعمار الصغيرة، تبدأ من عمر العشرينات يبدأ يظهر الأعراض، لأن ديما قاعدة في الأوتوسومال ريسيسيف اللي تصير في الأدل فورم عادة تبدأ في الأيرلي أدل فورم، تمام، مثلا من عمر العشرينات، لكن في منها إنفانتايل فورم لأن مرات تدير نيونيتال ديستريس ديسوردر وتصير أقل من 5 سنوات. بالنسبة لللاين أوف تريتمنت، هي المشكلة ما فيش ديفينيتيف تريتمنت، أنت اللي تبي تعالجها تبي تدير سبورتيف تريتمنت. تمام، مثلا تبي تعالج البرونكياكتسيس، اللاينز العريضه في علاج البرونكياكتسيس، اول حاجه تبي بالمونري ريهابيليتيشن بروجرام، يعني نوع من الاكسرسايز بروجرام بحيث يحافظ على الاكسرسايز توليرانس نتاع المريض، هذه حاجه. والحاجه الاخرى تبي تشست فيزيو عشان يساعد المريض انه يطلع الكميه الكبيره من السبيوتم اللي محتبسه داخل ايش، داخل الصدر نتاعه. ممكن تبي تعطي برونكو ديليتر نفس الفنتولين، وتبي تعطي حاجه كثير تحسن الهيوميديتي نتاع الموكس، نفس تعطي مثلا نورمال سيلاين نيبولايزر، هذه حاجه حتى هي تقدر تديرها، بالاضافه للانتيبايوتيك في حالات الاكسسربيشن. فهذه كلها سبورتيف تريتمنت في البرونكياكتسيس. مثلا الحالات اللي عندها اوتايتس ميديا متكرره ممكن يديروا لها تمبانستومي تيوب، تمام، عشان قصه الريكرنت اوتايتس ميديا. الريكرنت سينوسايتس مرات يعطوا فيهم في نيزل كريم او نيزل سبراي، تمام. اللي مثلا عندهم قصه الانفيرتيليتي يجربوا معهم الانفيترو فيرتيلايزيشن. فكل العلاجات هي عباره عن سبورتيف مانجمنت، ما فيش ديفينيتيف مانجمنت تقدر تدير حل للمرض من الجذر بتاعه. فتوا هيك الليرنينج بوينت اللي تعلمناه اليوم شنو؟ اول شيء عرفنا شنو هو الكارتيجنر سندروم، وعرفنا شنو هو الفرق ما بينه وما بين البرايم primary ciliary disc. الحاجة الأخرى اللي عرفناها اليوم، عرفنا شنو هي radiological signs متاعات البرونكياكتسيس. والشيء الآخر اللي هو عرفنا شنو هو الباثوفيسيولوجي متاع الكارتيجنر سندروم ومتاع primary ciliary dyskinesia اللي هو نفس الباثوفيسيولوجي اللي هو خلل في الداينين آر اللي يربط ما بين الميكروتوبيولز اللي موجودة وين؟ اللي موجودة في السيليا. في حاجة أخرى، نحن من ضمن الترياد متاع البرونكياكتسيس حكينا على قصة السيتس انفيرسس. سايتس انفيرسس هي وضع الاورجانز يبقى بالعكس، مثلا الهارت مثلا يقعد في اليمين بدل في اليسار، الليفر مثلا بدل ما هي قاعده في الرايت هايبوكوندريوم تنقلب وتقعد في الليفت هايبوكوندريوم، تمام. بس شنو الفكره؟ طبعا احنا عرفنا ان الخلل في السيليا، ايه الخلل في السيليا كيف ادى الى سايتس انفيرسس؟ طبعا هي ما فيش اجابه قاطعه في الموضوع هذا، لكن الاعتقاد شنو؟ يعتقدوا ان المايكروتوبيول بشكل عام
لانها تشكل السيتوسكيلتون بتاع الخلايا اللي هي اهميه كبيره في عمليه الحركه بشكل عام، حركه الخلايا سواء من خلال السيليا او حتى without سيليا. تمام، لما تجي في الامبريو، في الامبريو كيف يصير الاورجانز؟ ما يبدنش في البدايه في المكان اللي يقعدن عليه في الادلت لايف، يبدا بشكل مغاير يعني. تمام، يبدا بشكل مختلف على الشكل اللي هن عليه لما الجنين يولد، ويمرن في مرحله من الروتيشنز لين في الاخير كل اورجان يجي في مكانه صح. تمام، فيعتقد ان لو صار خلل في الميكروتوبيول الروتيشنز هذين اللي يصير during the embryo life يصير فيهن خلل، فهذا ممكن يكون تفسير للسيتس انفيرسس. فهنا هنا السؤال ما فهمتش المقصود منه، سيتس انفيرسس better than dextrocardia. فتمام، فهذا هو تفسير السيتس انفيرسس اللي هي الخلل اللي يصير وين؟ اللي يصير في الميكروتوبيول، لانه يعتقد ان الميكروتوبيول لها دور في عمليه الاورجان روتيشنز اللي تصير ديورينج الامبريو لايف اللي تخلي الاورجان في الادلت لايف تجد على شكلها الصحيح. فلما يصير خلل في الروتيشنز اللي يصير نتيجه خلل في الميكروتوبيول، ممكن هذا اللي يفسر الديكستروكارديا او السيتس انفيرسس. تمام، شبه نحن حكينا على كل شيء اليوم، بس لو في عندكم اي اسئله بس قبل ما نختمه. السؤال بتاع الديكستروكارديا كان فهمته صح، ان في مرات تصير ديكستروكارديا بس، وفي مرات يصير سايتس انفيرسس توتاليس لان كل الاورجانز ينقلبن، مرات مش كل الاورجان، مرات يصير بس ديكستروكارديا. بس لما تلقاها ديكستروكارديا او حتى سايتس انفيرسس توتاليس مع باقي الساينز، هذه كارتيجنر باقي الساينز موجودات وهذه مش موجوده، تبقى برايمري سيلياري ديسكينيزي. ممكن تكون ديكستروكارديا بس والليفر وكل حاجه في مكانها، وممكن تكون الاكستريم فورم اللي هو السيتس انفيرسس توتاليس اللي هي حتى الليفر والانتستين كل شيء يبقى معكوس. لا لا، لو كان حتى ديكستروكارديا بس تقول كارتيجنر، لان السيتس انفيرسس مش بالضروره تلقاه في كل حاله كارتيجنر يعني، حتى لو ديكستروكارديا بس حتى هو يعتبر كارتيجنر، لكن هي بس الاكستريم فورم، مرات ديكستروكارديا بس ومرات يسموا فيها سيتس انفيرسس توتاليس اللي كل الاورجانز مقلوبه. هل في سؤال ثاني قبل ما نختمه؟ تمام، بارك الله فيكم جميعا وان شاء الله موفقين، نتلاقوا في مرات كامله باذن الله. بارك الله فيكم، شكرا.